طلبت مني المشوك بساقاتي تاع الفارينه فوق راسي وعيني. عندك 500 غرام مارغرين، تحطي لها كاس واحد سكر ناعم، تحطي لها 5 صفار بيض، دي فوا ندير لها 6، 5 صفار بيض، ديري لها كاس ونص نتاع جوز الهند اللي ما يحبش نواط كوكو يدخل كاوكاو لداخل، ديري لها 2 خميرة كيميائية مع قشور حبة ليمون، 2 خميرة كيميائية مع قشور حبة ليمون، نضم العجينة بالفارينة ما فيهاش مايزينا، فيها صفار البيض، هنا تشكل كريات تغمس في بياض البيض المتبقي وتترمد سواء في كوكو خشن أو لزامون ديفيلي على حسب مقدورك، على حسب مقدورك. من بعد ديريهم في الكيسات وبعديهم على بعضهم، ما ديريهمش متكسين باش ما تخسرش لا فورم، وديري لهم من فوق نص حبه كرز، نص حبه كرز يطيبوا مع الكرز. بعد الطهي كل حبه عطيها مغرف عسل مشوك، هذا يتعسل ما فيه السكر بزاف، فيه كاس فقط في السانسون، معناتها عسلي كل حبه عطي لها مغرفه. هذا مشوك العادي تاع زمان اللي نديروه بصفار البيض، يخرج بنين ويخرج يهش، وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والعافيه. في الخمارة حبيبتي أم شهاب تقول لي لا في الخمارة، بالنسبة لحلوة الطابع في 500 غرام فيها 2 خمارة، وبالنسبة لحلوة المشوك في 500 غرام 2 خمارة، للزوج فيهم 2 خمارة 2 خمارة، نسيتها فقط، ربي يحفظك أم شهاب. نعم احبابنا مازلنا متواصلين مع بعض، وان شاء الله يا رب العالمين موفقين. وفي نفس الوقت راح نحل الهاتف، كريمه حلينا الهاتف في نفس الوقت. بالنسبه لحلوه الجنجلان هنايا راح نمدو حلوه الجنجلان، طلبتها لنا منى، وحنا دايما منيا احنا دايما في الخدمه. نعم الزبده لاكريم نتاع، نعم شوفي تقريبا هنايا ديري واحد 100 غرام حبيبتي حسينه، ديري واحد 100 غرام هكذاك باش تجيك شغل لاكخام موس هكداك، ما تجيكش كيما نقولوا غير زبده، وخلطي مع مواصلة الخفق بالباتور تجيك بنينه ان شاء الله موفقه ان شاء الله. كاطو دي غيف الله يحفظك حبيبتي، ان شاء الله تكوني فهمتي المشوك.